كندوزو محليات ولا هنا في مدينة آسفي كيدوزو وطنيا، كيضطروا شباب آسفي معطل خاصة الشواهد اللي كتأهلو باش يدخل بلاديس كيمشي لكازا أو لما داروه مؤخرا داروه هنايا كان شريك أسفل وبالتالي على ذلك المملكة اللي خرجت فيها الناشطين كانوا فيها جوج من أصحاب أسفل والباقي كلهم من مدن أخرى. هذا كيبان إقصاء ممنهج على شباب أسفل. كذلك بالنسبة للامتحان اللي داز أنا ما كانش فيه الشفافية لأنه كان امتحان نهضرو بصراحة، الورقة الأولى كان فيها الاسم والأوراق الأخرى اللي فيهم الأسئلة، والورقة الأخيرة اللي فيها الأجوبة ما فيهاش الاسم، هي مفصولة على الورقة الأولى فيها الاسم، وهذا راه كيكون فيه التلاعب، كما أن شركة خاصة هي اللي تكفلات بالامتحان، يعني ما كانوش أشخاص من آسفي أو الأشخاص من لاراديس هما اللي مكفلين به، وهذا راه ماشي أول مرة، يعني دائما كما كيدوز امتحان لاراديس كيطال إقصاء وتهميش أبناء آسفي. صراحة بالنسبة لمؤسسات لاراديس هنا في آسيا، أنا كنعتقد بأنه هذه المؤسسات تمارس واحد الإقصاء وتهميش في حق الناشئين، لأن خسرت بزاف تاع الشباب من اجتياز هذه المباراة، حتى اللوائح ديال الناشئين في هذه المباراة اللي فرضت عليهم وشافهم الرأي العام المحلي في مدينة آسيا، لاحظنا أن بزاف تاع الناس اللي نجحوا عندهم كينحدروا من مدن أخرى مثلا فقيه بن صالح او شي موضوع اخر. اما مدينه اسفي كنلاحظوا ان الناس اللي نجحوا في هذا الامتحان في هذه المباراه من مدينه اسفي عدد قليل، وبالتالي هذا كيكرس هذيك النظره ديال الساكنه ديال مدينه اسفي ان المعطلين تاع مدينه اسفي يطالوهم التهميش والاقصاء. السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على واقع تشريف المدينه الوطنيه ديال اسفي، كما كنشوفوا على الجميع ان واقع تشريف اسفي هو واقع مرير وراه التهميش من طرف المسؤولين، لدرجه ان نسبه العطاله في المستوى الاقليمي هي الاكبر على المستوى الوطني، النسبه ديال الجمعيات والاطارات اللي كتناظر على المعطلين هي اكبر كذلك والاكثر على المستوى الوطني. هذا دليل على كيفاش الجميع السياسات اللي تبعوها المسؤولين داخل الاقليم هي ما ماشي اجوبه صريحه ولا اجوبه جذريه ولا حلول جذريه لمعضله العطاله، هي ستبقى الوضع على ما هو عليه وسيتفاقم كذلك مع مرور الزمن. ناخذ على سبيل المثال مثلا كما كيعرفوا جميع الوكالات ديال لاراديس مثلا هي وكاله اللي عوض ما تكون وكاله مواطنه شركه مواطنه كما يكون الجميع وتساهم في التنميه ديال المدينه وتساهم في التشغيل ديال الشباب المعطل، عندها واحد الباع واحد الصيت واحد السمعه سيئه في ميدان التشغيل على مرور الزمن، كلشي كيعرف هادشي، يعني كانت المسؤوليه الزمنيه طاغيه على التوظيف هذه الوكاله، الا انه مؤخرا صبحوا كيديروا شي دي كونكور على حساب زعما القوانين اللي خرجت على المستوى الوطني، لان اول تشريع خصو دير الكونكور قبل، لاحظوا بان الكونكور تا هو يعني كتشوفوا بعض الشبهات خاصة ملي كنديروا الكونكور هنا على مستوى المحلي كنديروا وطني، يعني عوض من نشوفوا الحلول الساكنة ديال الحقل، حنا ماشي ضد أي واحد أنه هو يجي يخدم، بالعكس أنا مكنرحبوا بأي إنسان أي مواطن لقى القوت اليومي ديالو هنا في آسيا مرحبا به، ولكن راه الأولوية كما خصو يكون معمول بها كما هو معمول بها في باقي المدن خصو يكون معمول بها على مستوى الإقليم، من أولوية الشباب، لأن الشباب راه كيعاني من العطالة، راه ما كاينش شي دار هنا في الإقليم ما عندهاش 3-4 المعطلين، ما كاينش شي معطلين ما عندوش شهادات، يعني هذا المشكل حتى تتلقاو الأجوبة. ملي كندير كونكور وطني يعني الناس غتجي مناطق اخرى وحتى هي غادي تنافس معاك على هذيك المناصب اللي هي قليله اصلا، وبالتالي كذلك حتى ذاك الكونكور تشوفه شائبه، يعني حتى هو راه ماشي يعني ماشي جدي وماشي يعني شفاف، تشوفه شائبه، لان كنسمعوا شنا كنقولوا معطل هذا الكونكور يعني راه غيجاوب مزيان عنده تجربه ما يكفي انه هو يعني انه يشتغل في هذاك هذيك الوظيفه او احسن منها، وبالتالي كتلقاو بان ابناء الاقليم ما يشكلوا سوى نسبه ضئيله من هذوك عدد الناجحين، ولهذا حنا يعني اطار النضال ديالنا اليومي ويعني النضال ديالنا اللي كنناضلوا عليه هو ان الاولويه لتشغيل ابناء المنطقه وابناء الاقليم مؤهلين، وكنقولوا كنسطر عليهم مؤهلين يعني باش يكونوا في جميع المناصب الممكنه، يعني تكون على حساب الشروط ديال الزياده. حنا اليوم
وقفنا وقفة ديال 20 فبراير اليوم قلنا الشعارات ديالنا اللي غالب التشغيل خاص تكون حلول جذريه، خاص تكون عندنا وكالات مواطن وشركات مواطن ومسؤول المواطنين يخدموا المواطن المسؤولي اول ما يكون على المستوى المحلي يخدموا المواطن المسؤولي اول وراه ما يمكنش نهضروا على الكميه الا ما كانش التشغيل، راه التشغيل هو اللبنه الاولى في الكميه اللي خاصها تكون. تحيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.